إذن أهلا بكم من جديد، والآن إلى السودان، حيث وصلت التوترات بين السياسيين والعسكريين والمدنيين في السودان إلى مستوياتها في أدنى مستوياتها في أعقاب محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي. وأعلنت قيادات سياسية وحركات مسلحة وشخصيات عامة تمسكها بالشراكة مع العسكر لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية. إذن نتحدث عن الخلافات بين العسكر والمدنيين في السودان، لماذا تفجر الوضع بهذا الشكل بين عسكر السودان والمدنيين والسياسيين من طرف آخر؟ حول هذا الموضوع سنفهمه مع ضيفنا، ينضم إلينا من العاصمة السودانية الخرطوم عبر سكايب السيد إبراهيم بقال سراج، الصحفي السوداني. أهلا بك معنا سيد بقال. إذن سيد، أهلا بكم بقال. عندما نفهم يعني الوضع الحالي، عندما تفجر بهذا الشكل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي أعلن عنها السودان قبل أسبوع، اليوم هناك نشب خلاف بين المدنيين والعسكريين، لماذا؟ أخي الكريم، أسس الانقلاب، المحاولة الانقلابية التي جرت في السودان قبل إصدار بيان من القوات النظامية اللي هو الناطق الرسمي باسم القوات النظامية باسم الجيش، هو المناط به إصدار بيان رسمي يوضح فيه مآلات والانتخاب مآلات الانقلاب الذي المحاولة الانقلابية التي فشلت. ولكن المدنيين هم الذين تسرعوا لإعلان هذا الانقلاب، وهذا ما يؤدي، وهناك يعني حتى الآن التحقيقات جارية حول من وراء هذا الانقلاب، ولكن التحقيقات الأولية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن القوة المدنية التي تشارك العسكر هم وراء هذا الانقلاب، سواء كانوا عسكريون أو مدنيون، وخصوصا أن هناك ضباط تمت إعادتهم للخدمة بعد الثورة بطلب من بعض الأحزاب الحاكمة الآن أو المشاركة مع العسكر. الأحزاب المشاركة مع العسكر هم الذين طالبوا بإعادة ضباطهم للقوات النظامية، الضباط كانوا مفصولين، فتمت إعادتهم. والمحاولة التي حدثت، محاولة الانقلابية التي حدثت من هؤلاء الضباط، هذا هو سبب التوتر الأساسي ما بين القوات النظامية. هذا برأيك سيد بقال، هذا كما العسكري والمدني. طيب، لكن حميد يقول عكس ذلك، النائب المجلس السيادي الانتقالي الفريق محمد دقلو يقول بأن السياسيين هم المسؤولين عن الانقلابات. هنا العسكر يتهم المدنيين، يعني كما يفهم هنا السياسيين هم المدنيون في السودان. لكن أيضا وزير الدفاع ياسين إبراهيم قال بأن من كان وراء الانقلاب هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، هو عسكري وليس مدني. كيف يقال أن المدنيين هم وراء الانقلاب؟ اللواء البكراوي الذي المحاولة الانقلابية والذي أعلنه وزير الدفاع هو ينتمي لحزب البعث، ينتمي لحزب البعث الاشتراكي، وحزب البعث الاشتراكي هو عسكري أعاده للخدمة، وهو كان مفصول من الخدمة. طيب، لكنه شخصية عسكرية للخدمة وتم إعادته للخدمة. سيد بقال، هنا سؤالي، إذا سمحت لي كي أوضح أكثر، سؤالي بأنه هو ذو خلفية عسكرية وليس مدني. يا أخي الكريم، ذو خلفية عسكرية في البعث، كان عندهم انقلاب في سنة 1990 وهم والانقلابات يعملون عساكر. نعم، هو ينتمي لحزب البعث الاشتراكي سواء كان عسكري أو مدني. العسكريين هم أيضا ينتمون لأحزاب سياسية، وإن البعث الاشتراكي والسياسيين وكل مفهوم، لكن تقول بأن عسكرية في المؤسسة. لكن سؤالي هنا ليس موضوع خلفيات إلى من ينتمي أو لأي حزب. أنت قلت بأن من كان وراء الانقلاب، وحتى حميدتي قال بأن المسؤول عن الانقلاب هم السياسيين، هم المدنيون في السودان هم المسؤولين عن الانقلاب. كيف وراعي وليسمي من دار بحسب وزير الدفاع السوداني هذا الانقلاب هو لواء عسكري، يعني يحمل رتبة عسكرية؟
نعم حديثه هذا صحيح. الأحزاب السياسية لديهم عسكريين داخل المؤسسة العسكرية، والانقلاب مدبر من القوة المدنية بالأذرع العسكرية اللي عندهم داخل المؤسسات العسكرية. يعني نعم. يعني 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 هو مدني لكن يعني كما تقول الواجهة هي عسكرية. هو عسكري ولكنه ينتمي لحزب سياسي. عسكري ولكنه من هذا الحزب؟ لحزب سياسي. من هو هذا الحزب؟ هل لديك معلومات؟ حزب البعث الاشتراكي. حزب البعث الاشتراكي هو الذي احتفل بهذا اللواء بإعادته للخدمة في حدائق الأزكلة. طيب. ووقتها حضر الاحتفال. لكن تراقب نفسك هنا سيد بقار. زعيم حزب البعث الاشتراكي السوداني. طيب حزب البعث الاشتراكي، لكن تناقض نفسك هنا في الحديث بأنك ذكرت لا أحد يعلم حتى هذا اللحظة. هذا ليس تناقض أخي العزيز. سيد هذا ليس تناقض أخي العزيز. إذا سمحت لي كي أوضح سأعطيك الكلمة. قلت قبل قليل في بداية الحديث بأنه حتى الآن لا أحد يعلم من وراء الانقلاب، والآن تقول بأن حزب البعث الاشتراكي، كيف؟ حزب البعث الاشتراكي لم ينقر بأن اللواء البكراوي ينتمي لهذا الحزب، واللواء البكراوي كان مفصولا من الضابط متقاعد. يعني وتم اعادته للخدمة بطلب من البعث الاشتراكي. يعني من وراء انقلاب اعادته اكثر من هذا كيف؟ يعني ما اريد، يعني هنا نفهم الموضوع، يعني من كان وراء الانقلاب معلوم، الجهة معلومة، حزب البعث الاشتراكي معلومة، وهذا سبب التوتر ما بين العسكريين والمدنيين. هذا هو سبب التوتر ما بين العسكريين والمدنيين. لا يمكن أن تكون هناك قوة سياسية تشارك العسكر وتدبر الانقلابات. لكن العسكر هم الذين يطالبون طيب. بالانتخابات، بينما الأحزاب السياسية ترفض الانتخابات وتطالب بأطول فترة انتقالية ولا تحدد سقف للانتخابات ولا تحدد. لكن هناك من يتحدث بأن كل ما يجري هي لعبة من العسكر، من يعني شخصيا حميدتي والبرهان، للاستئثار في السلطة والبقاء في السلطة وعدم تسليم مجلس السيادي إلى المكون المدني، ما قولك؟ من يقول هذا أخي الكريم يعني ليس له أي فهم سياسي أو دراية بالأمر. لماذا؟ كيف يكون لعبة عسكرية؟ كيف تكون لعبة عسكرية من لعبة سياسية أو من 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 العسكر، والعسكر هم الحاكمون؟ يعني برهاني حيعمل انقلاب في نفسه عشان يبقى شنو؟ يعني هو الآن هو رئيس. حيمد يعمل انقلاب في نفسه عشان يعمل شنو؟ يعني هو نائب رئيس الجمهورية الآن، لكن يعني ضمن الدستور، يعني ضمن الوثيقة الدستورية يجب تسليم المجلس السيادي لأناس مدنيون يحكمون في هذا المجلس، الآن هو مسيطر عليه من قبل العسكر في السودان، أليس كذلك؟ يا أخي الكريم هذه الوثيقة الدستورية التي يتحدثون عنها تم تعديلها عشرات المرات، ولا أحد يعمل الآن بالوثيقة الدستورية. كل القوانين التي تم الوثيقة الدستورية تحدث عن تشكيل القضاء العالي، لم يتم التشكيل. الوثيقة الدستورية تحدث عن تشكيل المحكمة الدستورية ولم يتم التشكيل. الوثيقة الدستورية تحدث عن تشكيل رئيس القضاء، تعيين رئيس القضاء ولم يتم. الوثيقة الدستورية تتحدث عن تشكيل المجلس التشريعي ولم يتم. كل هذه تجاوزات الوثيقة الدستورية، فلماذا يتمسكون فقط الوثيقة الدستورية يتحدث عن فترة للمدنيين وفترة للعسكريين، وهذا ما تم إلغاؤه في اتفاقية الجوبة. طيب يا سيد بقار، التي تضمنت في الوثيقة الدستورية ألغت كل هل يعقل بأن ليكون السياسي المدني هو سبب مشاكل بلاده في ظل عسكر يحكمون هذا البلاد؟ كيف يمكن أن نصدق ذلك؟ نعم، أو إذا كان المدنيون ليس لديهم أي رؤية سياسية لحكم البلاد، ليس لديهم أي رؤية. هذه حجة تستخدم في كل دولة عربية من الأزمات التي فيها. طب يعني 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 ما ضل يعني بالعامية، ما ضل حدا يحكم السودان إلا عسكر؟ نعم. أوف. نعم. أليس هناك جهة أخرى مدنية، أحزاب مدنية تحكم السودان؟ لا يريدون إلا العسكر. يا سيدي، هل يعقل ذلك؟ أنت تعلم المنطقة العربية كلها يعني إن صح القول تعسكرت، أصبح لم يكن هناك إلا يأتي رجل ذو خلفية عسكرية ويحكم. يعني هل يعقل بأن المنطقة أو السودان ليس فيها رجل حكيم يحكم مدني ذو خلفية مدنية إلا العسكر؟
كيف يمكن التصديق أو المجلس العسكري يتحدث المجلس العسكري يتحدث مرارا وتكرارا بأن الفترة الانتقالية لابد أن يكون هناك سقف محدد للفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية الآن مضت منها 3 سنوات ولا أحد حتى هذه اللحظة يتحدث عن الانتخابات، والحكومة المدنية التي حكمت شاركت العسكر في الحكم فشلت تماما في كل البلاد. الآن كل البلد في أزمات، أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، أزمات أمنية. طيب على كل حال في كل ولايات السودان على كل حال أنت يعني خليك لا يريدون أن يسلموا يسلموا السلطة لمجهول. على كل حال أنا خليك نلعب الطرف الآخر، دور الطرف الآخر، لأنه حضرتك ربما أفهم من كلامك أنك مؤيد العسكريين، وذلك أنا ألعب دور الطرف الثالث. هل هناك رأي آخر؟ تأييد ولكن تفضل. نعم هذا يا أخي الكريم، هذا ليس تأييد ولكن يا أخي الكريم، جيش الوطن هو جيش للسودان وجيش ليس جيش لا أحد ليس لا جيش أحد يشكك في ذلك، لأن وليس جيش نعم. لأي حزب من الأحزاب السياسية. الجيش هو صمام أمان جميل. السودان وحماية السودان. الجيش بيقول إنه يستلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، فأين المشكلة؟ جميل. المشكلة وهم أحزاب، سيد بقال، إذا كان الأحزاب لديهم جماهير وشعب في الشارع عليهم أن يقودوا انتخابات حرة ونزيهة وليحكموا السودان مئات السنوات بالانتخابات الحرة والديمقراطية. جميل. لكن هؤلاء يتحدثون عن الانتقال. الانتقال الانتقال يعني أنت عايز العسكري يعين وزير ولا العسكري يعين سفير؟ هذا فهمه في الانتقال. طيب يعني أنت غير مؤيد للعسكر في أن يبقوا في السلطة؟ نعم. لست مؤيدا للعسكر أن يبقى هذا المكون العسكري في السلطة في المستقبل؟ المكون العسكري نؤيده في حالة أن العسكر الآن هم صمام أمان السودان وفي المستقبل ويحافظون على الفترة الانتقالية ويحافظون على الأمن والاستقرار في البلاد إلى أن يسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. في هذه الحالة نؤيد العسكر. نعم. جميل. أن المدنيين متشاكسون ولا وغير متفقون تسلم السلطة من يعني الآن السلطة يستلمهم بالواضح يعني بالواضح وبطريقة عبارة يستلمهم إذا كان يعني أمس الصراخ والأويل في كل السودان بسبب أن تم سحب عربة واحدة أو عربتان من لجنة إدارة التشكيل. طيب مشاكسون المدنيون السياسيون مشاكسون وإساءاتك المتكررة للعساكر والتنمر ضد العسكر. من يتنمر ضد العسكر؟ المدنيين هم الذين يتنمرون ضد العسكر. بنداك وليس جروا أن برهان يرجع السكنات وهكذا يعني كل العبارات التي استخدموه ضد العسكر عبارات مستفزة جدا جدا يعني. يعني المدنيون يستفزون العسكر وحديث حميدتي ما استفز المدنيين عندما يقول بأن السياسيين هم مسؤولين عن الانقلاب، هذا غير مستفز الكلام؟ نعم. هو لم يقل هذا عن انفراد، بل قال نتيجة لتحقيقات وهمية تجرى وهو أدرى بنتائج التحقيقات التي جرى في المحاولة الانقلابية الفاشلة. لكنك قلت حتى اللحظة لا أحد يعلم من وراء انقلاب في بداية مداخلتك. حتى صدور النتيجة النهائية، ولكن كل المؤشرات وكل الدلالات واضحة جدا وضوح الشمس في رابعة النهار. ما مصلحة إذا قلت كان الحزب يعني كما ذكرت الاشتراكي هو من وراء هذه عملية الانقلاب الفاشلة، ما مصلحته؟ مصلحته في أن يقيم المجلس العسكري أو المجلس اللجنة العسكرية الموجودة الآن وإحلال ضباط يوالونهم أو يتبعونه لهم سياسيا. الاستئثار في السلطة يعني. الاستئثار في السلطة. طيب لكن أنت تقول بأن صمام أمام عدو لديهم تصفيات حسابات أخرى. طيب. مع حتى مع من 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 من, من حتى مع 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 طيب هم في سيد بقال أنت تقول بأن العسكر هم صمام أمان للسودان، لكن هناك تجمع المهنيين السودانيين قال بيجب أو المطالبة دعا إلى إنهاء الشراكة مع المكون العسكري وألغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل حكم مدني. إذن هناك جهات وهناك أحزاب وهناك مكونات مدنية تدعو إلى فك الشراكة مع العسكريين. نعم. طيب إذا كان لديهم القرار لماذا لم يفضوا هذه الشراكة؟ كل هذه مزاعلات سياسية فارغة ولا أحد يريد الشراكة، هم الذين يتمسكون بالشراكة وهم الذين الآن يبحثون عن وساطات للجلوس مع المكون العسكري
الاتفاق والإبقاء عليهم في السلطة. أما تجمع المهنيين الذي تتحدث عنه فهذا التجمع تجمع يعني منشطر، هو في نفسه منقسم الآن لتجمعين، تجمع للأطم وتجمع الشيوعيين وتجمع للأحزاب الأخرى البعثيين والناصرين وحزب الأمة وغيرها. ما في تجمع الآن متفق عليه أو تجمع واحد في 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 السلاح. تأتي ربما يعني اسمح لي أن أحكي لك إنه تلوم المدنيين ولا يعني في ولا مداخلة لومة العسكر على تصرفات الحالية في السودان. يعني ذكرت لك بأن الحميدتي استفز المدنيين عندما بحسب كثيرين عندما قال بأن السياسيين هم المسؤولون عن الانقلابات في السودان. يا أخي الكريم أنا يعني أنت طول المداخلة تلوم المدنيين. سيد بقال كي يعني أنا منحاز للعسكر. أنك يعني أنا المشاهد الآن ربما يشاهدك أنك منحاز للعسكر، يعني هذا ما أريد قوله بأنك منحاز للعسكر في السودان. أنا منحاز للوطن يا أخي الكريم، والعسكر كما ذكرت لك هم هذا رأيك في الحال. هذا رأيك يعني لا يمكن أن تكون هناك شراكة ما بين العسكر والمدنيين، والعسكر يوميا في إهانة وإذلال وإتاءات مبالغ، والعسكر يرجع سكناتهم ولازم أن يتم تسليم السلطة للمدنيين وأن تكون حكم مدني. والعساكر قال لنا إخواننا قال تستلم السلطة عبر في انتخابات، أي حزب يمشي يجيب جماهير تعالوا خذوا الانتخابات، الحزب الفائز قال إحنا نحرسه ونحن نأمنه ونحن نكون جيش للوطن. طيب انت ليه رافض انتخابات؟ انت ليه رافض انتخابات اذا كنت تدعي الشارع السوداني كله معك والجماهير كلها معك؟ طيب قود جماهيرك دي وامشي بها الانتخابات وفوز بها ديمقراطيا وتعال البلد تحدد لك الانتخابات. لكن هناك مشكلة الان، هناك مشكلة للانتخابات لغاية الان ما عندك وقت محدد لنهاية السلطة الانتقالية. كيف ما في محدد يعني لنهاية السلطة الانتقالية؟ أليس هناك ضمن الوثيقة الدستورية بأن 2024 هو تنتهي المرحلة الانتقالية؟ أنا أقول لك الوثيقة الدستورية غير معمول به، غير معمول بها في السودان. طيب هي المرجع، هي المرجع الوحيد، هي الضامن، لكنها الضامن الوحيد. سيد بقال أنت تقول بأن اخترقت من قبل أطراف كثيرة، لكن هي الضامن الوحيد في الشراكة بين العسكر والمدني هي الوثيقة الدستورية، أليس كذلك؟ نعم، ولكن الوثيقة الدستورية تم إذن يجب العمل عليها، تم إلغائها يا كريم. إذن يجب العمل ضمنها. لا، لم يعملوا ضمنها. إذا كانت الوثيقة الدستورية، أين المحكمة الدستورية؟ أين المحكمة الدستورية؟ أين رئيس القضاء؟ أين رئيس النيابة العامة؟ أين المجلس التشريعي؟ أين كل يعني كل هذا ورد في الوثيقة الدستورية؟ والفترة الانتقالية الآن يقارب 3 سنوات، يعني أنت عايز تشكل المؤسسات دي بتين يعني بعد تنتهي الفترة الانتقالية ولا كل هذا ورد في 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 في, في الوثيقة الدستورية. انت الان تجي تجيز كل القوانين عبر اجتماع واحد في المجلس الوزراء او المجلس السيادي. يعني دون الرجوع للتشريع، دون الرجوع على كل حال في قوانين. طيب لا يمكن ان تمرر. لكن رغم كل ذلك حتى الان المشكلة بين المدنيين والعسكريين ما زالت باقية، وربما يعني تتعمق أكثر بعد عملية الانقلاب الأخيرة والتصريحات المتبادلة والسجال الذي حدث بين المدنيين والسياسيين وأيضا العسكريين والاتهامات المتبادلة بأن العسكريون هم المسؤولون، وهناك طرف آخر بأن المدنيين هم مسؤولون عن الانقلاب. وأيضا ذكرت لك بأن هناك كلام استفز المدنيين والسياسيين من قبل حميدتي، وأيضا ذكرت لك بأن الوثيقة الدستورية هي تحكم العلاقة بين العسكر والمدنيين، لكنك قلت بأن لا أحد يعمل بها. إذن هنا ماذا ينتظر السودان على مستوى الخلافات الحالية؟ إلى أين يأخذ المدنيين إن كان المدنيين والعسكر السودان إلى أين يأخذون البلاد؟ يا أخي الكريم الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وربما يحدث هذا، الحل الوحيد هو حل هذه الحكومة وتأسيس حكومة طوارئ وإعلان الطوارئ في البلاد وتحديد فترة انتقالية 18 شهر. لماذا أيضا لا نقول بأن حل الأطراف الأخرى بعدها الذهاب للانتخابات؟ لماذا نأتي على الحكومة المدنية مشكلة
في السودان، حكومة انتقالية عبد الله حمدوك، حكومة مدنية ناتي إلى يعني هل المشكلة معينة من طيب سيد بقال، هل المشكلة بحكومة مدنية يعني تيسر يعني مصالح المواطن، أم المشكلة أعمق من ذلك هي خلافات بين العسكر والمدنيين وأحزاب سياسية؟ الثورة التي قلتها اختطفت من هؤلاء الذين يحكمون الآن ويصبوا على صدر الشعب السوداني في الأحزاب السياسية. هذه الأحزاب لم نراها قيادة العامة، ولم نراها في الشوارع، ولم يفقدوا أي من الشهداء، ولم يشاركوا في أي من المظاهرات التي انضرعت في السودان. أخيرا معك سيد أيضا بقال، الحرية والتغيير، قوى الحرية والتغيير تدعو إلى تقول أنهم لا يريدون صداما مع العسكريين في السودان، إذن هناك جهات لا تريد الصدام في السودان، وأيضا هناك جهات تدعو إلى إنهاء الشراكة. هنا باختصار إذا سمحت سيد بقال، هل يمكن العمل ضمن القوى الحالية إن كان من الجانب العسكر في السودان أو حتى المدنيين والسياسيين الخروج من هذه الأزمة؟ طيب يا أخي الكريم، الحرية والتغيير التي تقول أنها لا تريد الصدام مع العسكر، هذه نفس هذه الحرية والتغيير، أليس خالد عمر سلك القيادي بالحرية والتغيير ووزير مجلس الوزراء لا يتبع للحرية والتغيير؟ هو قيادي بالحرية والتغيير، وهو يتحدث في كل الأجهزة الإعلامية ويقول أنه سيواجه العسكر. كيف يعني يكون هناك يعني الحرية والتغيير؟ يعني الحرية والتغيير دائما بتلعب بالحبال الكثير، يعني بتلعب في عدة أدوار، دور مصالح ودور مصادم ودور طيب. على كل حال ودور ربما ودور وهكذا يعني طيب. ما عندهم موقف ثابت. ما الحل باختصار، هل هناك حل؟ الحل سوى كما ذكرت لك يا أخي الكريم، الحل الإجماع الوطني بين كل أطياف الشعب السوداني، بين كل الأحزاب السياسية المعارضة والحاكمة، والإعلان المبكر للانتخابات، وإعلان حالة الطوارئ، وحل الحكومة الموجودة الآن، لأن الحرية والتغيير لا تمثل الشعب السوداني ولا تمثل الثوار ولا تمثل هذا رأيك. هذا يبقى كل حال هذا رأيك سيد بقال، أشكرك. نعم. هذا رأيك وأشكرك. رأيي ورأي الشعب السوداني ورأي لا 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 يمكن أن تجزم يعني وتتحدث باسم الشعب السوداني كله، هناك أطراف أخرى كما ذكرت لك، المهنيين السودانيين يدعون لإنهاء الشراكة مع العسكر. إذن هذا يبقى رأيك وشريحة يعني إن أحببت من الشعب السوداني، لكن يبقى الجدال حاضر بين العسكر والمدنيين والسياسيين في السودان. أشكرك كل حال ضيفي من الخرطوم السيد إبراهيم بقال سراج، الصحفي السوداني، وأيضا مشاهدينا الكرام، كنا نتمنى أن يكون صوت آخر أيضا وجي نسمع رأي آخر، لكن أثرت أن أكون أنا الطرف الآخر ولا أصطف إلى جانب أو إلى جهة ما في السودان. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم.